الأزمة اللي كنعيشوا دابا اللي هي من شهر 3 حتى لهاد الشهر 10 اللي واجهنا واحد الأزمة اللي صعيبة بزاف اللي ما فهمتش شنو هو البروبليم اللي في هاد القطاع ديال الحفلات، لأنهم تلقوا جميع القطاعات يعني لي ساسبور لي ريستورون يعني كاع القطاعات تلقوهم إلى آخره، ولكن هاد القطاع بالضبط اللي كلا الضق بزاف. والمشكلة هاد القطاع لأنه كيتمعشوا منه الناس بزاف، اللي منهم يعني خطارة، مولين تيسير، مولين دجاج، سربايا، جوق إلى آخره، يعني مولين ترونسبور بساكن. كنعرف أنا واحد السيدة مسكينة نقافة اللي هازة كريدي ما لقات باش تخلص بها الدار ديالها، يعني في الدومين هذا يعني الناس خدات أزمة. ما رحمتنا بنكا، ما رحمتنا مالي الكرا، ما رحمنا حتى شي حد. فأنا واحد طالب باش نديروا احتجاج لهذ الجائحة اللي وقعت لنا في هاد كورونا، يعني هاد الأزمة اللي جات القطاع ديال الحفلات، ولكن رفضونينا وحاولنا نتجمعوا عاوتاني باش يسمعوا الصوت ديالنا وما خلوناش. يعني كنطلبوا منهم يعني يديروا لنا شي حل، يعني ماشي قلناش لهم طلقوا لنا العراسات كومبلي، يديروا لنا واحد 50% ولا حتى 25% ما يمكنش المشكل، المهم غير يطلقوا لنا باش نتمعشوا. يعني الوصلات راه وصلت لهم ان شاء الله. بيان سور هذا هو الدومين اللي كنتمعشوا منه وورثينه على والدينا، يعني راه هو لما كانش الدومين راه ما كاين والو، يعني ما عندناش شي وظيفه واحده اخرى، ومعنا ناس اللي مسؤولين عليهم حنايا لدرجه انهم مساكن عتيره وصلت فيهم واحد ليله محمد رسول الله. الناس راه ما لقات ما تاكل، راه كاين اللي ولات كتبيع جافيل، كاين اللي ولا يبيع البيض، كاين يعني لهاد القطاع هذا بالضبط ديال الحفلات طاح لي واحد الدل، يعني ما نعاودش لك فين ماساه عنده. هو من ناحيه القطاع سادين في خطره، يعني حنا كنحلوا المحل البير باش كنبغيو نترزقوا الله، كيقول لك هذيك اللبسه وحده ولا طابله وحده ديال الطريطور ما تخرجهاش، يعني حتى في حاله ما مشيت بغيت نترزق، يعني في حاله ما بغيت نمشي نترزق الله، يعني غير في طابله وحده ولا لبسه وحده نخرجها، كيجي القايد كيحيد لي داك الشيء ونقدر كيخرجك غرامه ماليه، يعني امبوسيبل، كيقول ما يمكنش تخدم. يعني حنا ما عرفنا فين نمشيو. السي العثماني اللي كنطلبوك يعني دير لنا 50% حتى 25%، المهم غير صرح لينا باش نخدموا، يعني راه وصلت العدم، يعني صافي راه ما بقاش عندنا فين نزيدوا. انا كنهضر بصفتي طباخه يعني الحمد لله محترفه، وكنعيش من هذا الدومين يعني منذ 15 عام وانا كنعيش من هذا الدومين. دابا حاليا مين بدات كورونا وحنا واقفين، يعني بالنسبه لكم شنو غناكلوا باش غنعيشوا، كيفاش غنخلصوا الموضوع والمصاريف ديالنا الاجتماعيه، المهم شحال من حاجه الكرا الموضوع شحال من حاجه خصنا نخلصوها. يعني اش غنقول لك، ضررنا بزاف، ما بقوش مناسبات، ما بقوش الناس كيعيطوا لنا الخدمه، لي تريطور حتى هما ضروا، السربايه، الكوازنا، الميناج، اي واحد يعني كيخدم في القطاع ديال العراسات والمناسبات وهذا ضررنا بزاف. دابا المشكل كنطالبوا من الحكومه ومن سيدنا الله ينصرو يوقف معنا ويشوف من حالنا، ورحنا الصراحه ضررنا، شنو غنديروا؟ واش نخرجوا للزنقه نطلبوا؟ تطلب ما نعرفوش ليه الصراحه. يديروا معنا حل على الاقل، يعوضونا، يشوفوا شنو غيديروا معنا. هادشي راه بزاف اخويا، والله ضررنا. انا شخصيا بعدا ضررت، يعني منين غنجيب الفلوس باش نصرف؟ ما خداماش، واقفه، ما عنديش واحد المعين، ما عنديش، انا بوحدي، يعني شكون اللي غيمد ليا حتى يد العون؟ ما كاينش. وحاليا كلشي متضرر، يعني انا كنهضر بسيفتي على الناس كاملين اللي تريطور. انا يعني الا خدمت تريطور غنخدم انايا، فهمتي؟ الا خدمت انا غيخدم الميناج. دابا ما خدام حتى شي واحد، دابا حنا واقفين، علاش القهاوي خدامين، لي ريستورو خدامين، كلشي خدام، حنا ما خدامين، شنو غندير؟ واش نمشيو نسرقوا؟ هادشي راه بزاف، والله الا بزاف. انا بعدا تقهرت بزاف بزاف بزاف، ما نكذبش عليك اخويا. ماشي مشكل، ماشي مشكل، الاخوان تفرقوا الاخوان.
السي العثماني كاع القطاعات راه درتي معاهم حلول، كورونا راه تقريبا راه سالات، عطيني ندير مع هاد الناس حلول، عطي لهاد الناس شي حل يخدموا ولو 50% ولو 60%، ما عطيتيهم لا دعم ما عطيتيهم حلول. واش هاد الناس ماشي مغاربه؟ راهم مغاربه، خصك تهضر عليهم في البرلمان وفي مجلس المستشارين. والكونفدراليه راه حنا كنقولوها وكنعاودوها راه ما كتمثلناش، حيت ما كتهضرش علينا. انا الحزب اللي ما كيهضرش عليا ما كيمثلنيش، ولا الكونفدراليه اللي ما كتهضرش عليا وما تهضرش على حقي ما كتمثلنيش. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.